هي لالو ال اي عمي عمي ابوي يقول شافوا الهلال سلم على ابوك وعيديتك عندي يا هلال العيد حياك يا رب كل يوم نلقاك ونشوف الفرحة وياك يا هلال العيد الله 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 يا هلال العيد حياك يا رب كل يوم نلقاك ونشوف الفرحة السلام عليكم أصدقائنا، مثل ما شفتوا اليوم درسنا هلال العيد، وإن شاء الله يجينا العيد الجاي بسلامة وخير عليكم وعلى عوائلكم وعلى أهلنا بمدينة الديوانية وعلى العراق كله وعلى الناس كلها أينما كانت. إن شاء الله خير وبركة عيدنا الجاي. أنا ردت أخلي للعيد بس نتعطل هواي. إذن درسنا هو هلال العيد، نبدأ نقرأ ونكتبه هنا عندنا مثل ما تشوفون. هي هذا حرفنا الجديد، هو حرف الهاء الأولية وحرف الهاء الوسطية اللي راح تجي بعدين. هي لا لو هلالو العيدي العيدي هلال العيدي هي لا لو هلالو العيدي العيدي هلال العيدي. بعد هل لا هل لا شوفوا شد هاي هل لا هل لا هل لا هل لا هي لا لو هلالو العيدي العيدي هل لا هلال العيدي هل لا هلال العيدي. إن شاء الله يا هل بخير وبركة عليكم إن شاء الله بعد شهر مبارك شهر رمضان المبارك. نجي نشوف هسه هنا أنا راح أراويكم شلون تنكتب حرف الهاء شوية بطيئة، يعني لاحظ يعني هسه أنت لو تشوفها مثل الد وبنصها ق أو ف بلا أي نقطة، لاحظ شوف بعد راح أعيدكم إياها. هذا حرف الهاء الأولية، حرف الهاء أكيد كلكم هسه أنتم تعلمتوه بالبيت أكيد. إذن هذا حرف الهاء الأولية اللي هو درسنا اليوم، وعندنا هاء أخرى يسموها الهاء الوسطية، ايضا راح نشوفها هنا سهاد ومهدي وعمهما هذا اللي هسه راح نشوفهن. اذا هسه هلال العيد هل هلال العيد تهج مالتها هلال هلال العيد العيد هلال العيد هل هل هلال هلال العيد العيد هل هلال العيد. هاي الهاء مكتوبه قدامكم الهاء الأولية ه ه هل هي هلال هو هو. نجي على السطر الثاني، ذهب همام ذهب ذهب همام ومعه سهاد. خلينا نجي نكتب هنا ذهب ذهب ذ ه لاحظ ه هاي الحمراء هذا حرفنا الجديد ه من الساعة هي لالو هي لالو ه هل ذ ه ذهب هو لاحظ همام هو ما من هو ما من ذهب همام هو ما من همام ومعه ومعه من ويا سو ها دو سهاد. شوف الهاء الوسطية، هاي الهاء الوسطية تشبه السبعة، سرحت لكم إياها هنا أوضحها أكثر. سو ها دو سهادو هاي الهاء الوسطية وهاي الهاء الأولية وهاي الهاء الآخرية، وعدنا هاء المدورة أخذناها أيضا. ذني أربع أنواع من الهاء. إذن وين راح ذهب همام ومعه سهادو أخته، يعني ذهب همام ومعه سهادون إلى عمهما، لاحظ
إي لا إلى عم مي هي ما 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 شو اسم عمهم؟ مهدي 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 وقالا وقالا راحوا لعمهم ايش قالوا له؟ نقطتين شارحة وقالا وقالا. خلنا نشوف الها الوسطية، لاحظ شلون تنكتب، شوف تجي على السطر تنزل هالشكل على شكل قوس بسيط شلون كانت تكتب اور وترجع تصعد على السطر. زين مرة ثانية شوفها تنزل هالشكل تجي على السطر، تبدي من السطر وترجع على السطر، لاحظ تبدي من السطر وترجع على السطر، تنزل مثل السبعة تسوي مثل الحفرة صغيرة تحفر لك حفرة هنا وترجع تصعد على السطر. شكل هاي الهاء الوسطية كتبونها بعدة أشكال، بس أشوف هسه هاي كتبناها إحنا، هاي كتبناها تمام. أكو بيوم شي كتبوها مثل الوردة، شوفوا مثل هاي يكتبوها مثل هاي، وأكو بيوم نفس الأول يكتبها يخليها بالوسط مثل هاي. أنواع الخطوط إحنا بالقراءة مكتوبة عندنا مثل هاي، فإحنا نتعلم عليها، واللي يعجبه يكتبهن بهالشكل ماكو مانع عادي جدا، بس احنا نتعلم حسب المنهج الموجود، نتعلم على هاي اسهل وحده. هاي بيهم اسهل وحده هي هاي ام السبعه احنا نسميها، تنزل هالشكل، بس ما اريد تكتبوا ليها سبعه هالشكل، سبعه مفتوحه، شوفوا هاي المسافه هنا صغيره فتحه صغيره. زين اذا نكمل ايش قالوا لعمهم؟ قالوا له عيدوك عيدوك مبارك مبارك يا عمو يا عمو، عيدوك مبارك يا عمو، عيدوك عيدوك مبارك مبارك يا عمو يا عمو. إن شاء الله بالعيد تروحون تزورون عمامكم وتطلعون من البيت وترجعون وتروحون زيارات وتشوفون إن شاء الله بحلي وقوتي. إيش قال لهم عمهم؟ قال 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 العمو العمو قال العم، نقطتين شارحة، وعيدكما 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 سعيد سعيد وعيدكما سعيد يا أولاد يا أولاد يا أولاد يا أولاد. هسه هنا راح أكتب لكم الهاء الأولية والهاء الآخرية الوسطية عفواً، أعيدكم إياها كم مرة، وإن شاء الله نشوفكم بخير وسلامة بأقرب وقت. شكرا جزيلا لتواصلكم، ومع ألف سلامة.